جيت من قلة سيد سليمان، يعني عشت مدة طويلة من ذات ميناء الصيف البحري. تعرفنا على الشخصيات بغزاء وتأمل في كل شيء، عمل شيء يعني أنا حيدري يعني معقول أن تجيبون رأينا. عشت مدة الزنقة 17 عام وأنا عايش في الزنقة. ولد الناس يساعدوا معايا لا جمعيات لا مساعدين لا أي حاجة، الناس تساعد لا بحرية لا رياص لا أي حاجة. أنا ما أعرف أني أنا نترونكي البوليس يساعدوني بالحناش يقولوا أي حاجة يساعدوني بها، يعني ما لقيتش مبرر. المبرر لقيته خليني خرج من دارنا وقع في الحال، نتم الله سبحان الله تعالى أنا يرجع لدارنا ترجع لدارنا. وانا عندي والدي الحمد لله، ولكن الزنقة هي اللي خرجتني لهادشي. نستافدو من بزاف د الحوايج، منين ما خدك من الشارع ويديك ينطفك راك تدير مسؤولية عن الله سبحانه وتعالى. هند العيدي رئيسة ومؤسسة لجمعية جود لمراعاة الناس اللي بدون مأوى. كان الجمعية ديالنا تولدت في 2015، كتوفر وجبات ديال العشاء للناس اللي عايشين في الزنقة، عشاء بحال اللي حنا كناكلو في ديورنا باللحم وبالدسير. كتخرج للناس الحوايج، الغطي، الدواء، الصباط. درنا عمليات جراحية لعدد منهم اللي كان محتاجها. كان نحاولوا نعاونوا أكبر عدد أنه يخرج من الزنقة، خصوصا الناس اللي في مقدورنا احنا كجمعية نعاونوهم بالإمكانيات الحالية اللي عندنا. كنقلبوا لهم على الكرة، كنعطيو لهم ما يفرشوا ما ياكلوا باش يعيشوا، تنقلبوا لهم على خدمة وكنلونسيوهم عاوتاني في الحياة. الحمد لله اليومنا هذا خرجنا من الزنقة 276 شخص اللي كانوا متشردين، واللي ولاو عندهم دابا دار وخدمة، وفرحة كبيرة لنا أننا نشوفهم. هاد الشاحنة مجهزة بربعة ديال لي دوش، بوزيسيون ديال الكوافور اللي كيدير اللحية والشعر، جوج ديال لي بوزيسيون فين كيحس يحكوا الناس سنانهم، بلاكارات اللي جامعين فيهم ستوك ديال الحوايج اللي كنعطيو ليهم، اللي هما الكيطما والحوايج ديال الداخل، تقاشر، طاقيه، السبرديله، الغطاء، الماكلة. كنحاولوا نداويوهم كذلك. الحمد لله نهار بدينا عولنا على 8000 مستفيد في العام، وحنا غاديين في هذا المنهج. بدينا نهار 2 شهر 12 وديجا وصلنا ل 600، اكثر من 600 مستفيد بجهد الله. بزاف ديال الحالات اللي كيأثروا فينا، بزاف اللي كيأثروا فيا سلبيا انا شخصيا هما اللي ما كنقدرش نعاونهم، وكنحس بعجز، وكنشوف الدنيا شحال هداهم وكنخليهم في الوضع ديالهم وكنمشي في حالي. هادو هما اللي ما كتنساش. اللي أثر فيا ايجابيا توما كثار،
ملي كنشوف الناس اللي كانوا في الزنقه ولاو غاديين خدامين وعايشين في ديور وولادهم كيمشيو للمدرسه وجو اسري وكينجحوا فرحه كبيره. اللي فرحني بزاف مؤخرا هو واحد المراه اللي كنت شفت داروا عليها فيديو على انها كتعاني في الزنقه التشرد في لساسفه لمده سنين، واللي كانت كتغتصب بشكل يومي وكانت ظروفها قاهره وكانت مريضه بزاف، ومشينا باش نعاونوها. بدات الحاله ديالها كتدهور كثر وكانت خاصها عمليه ووصلت ل 34 كيلو في الوزن ديالها. الحمد لله درنا العمليه ونجحات وسكناها ودرنا لها مشروع صغير ديال براكه ديال الخضره. هاد السيده هاد الشيء مازال ما داش عليه العام. تزوجات صححت بزاف لدرجه ان مستحيل تعرفها، ومن غير هكاك ولات دايره محل في الحي الحسني ديال الحوايج، دي زارتيكل ديال 600 درهم وديال 500 درهم، وكان زعما المحل مجهز بداك لي زاكسيسوار ديال فين كيتعلق وداك الشيء. نجحات بواحد السرعه فائقه الله يسهل عليها. ما تخيلش شحال حنا كنفرحوا ملي كنشوفوا شي حد كي كان وكيقدرنا نرجعوه بجهد الله. كاينه قصه، كنت درت عمليه جراحيه وكنت غادي نموت فيها. الوالده ديالي فرحات للشفاء ديالي وكانت باغا تسميني من جديد، جابت حولي ذبحت وطيبات وكله كسكسو، وجابت شرات الباركيطات من درب عمر عمراتهم، وقالت لي نخرج بيديا مع 12 الليل نقلب على الناس اللي ناعسين في الزنقه ونعطي لهم داك العشاء. كنقول فين غنلقى هادشي بزاف ديال الماكله، فين غنلقى؟ ما كنتش متوقعه نشوف في الزنقه هاد العدد اللي دابا كنشوف. كنشوفوهم وما كنشوفوهمش، ولا ما كنكونوش باغيين نشوفوهم حيت ما عندنا ما نديرو ليهم. المهم اللي خرجت كنقلب لقيتهم. اللي خايب هو ملي لقيتهم كنمد ليهم غير عشاء كسكسو باللحم والخضره، انا بالنسبه ليا شي حاجه عاديه. تيدعيو بواحد الشكل غريب كيبكيو بالفرحه. عاد بان ليا بلا الناس كيقلبوا في الطاروت زبل شي وحدين باش يلقاو الماكله، كينعسوا مطويين على ثلاثه باش يقدروا يسخنوا. ظروف ديال العيش اللي قاهره واللي ما يستحملهاش انسان. دازت سنين ومع فريق ديال صحاباتي قلت لهم بداو نديروا العشاء، كل مره وحده فينا مره في السيمانه توجد 100 ديال العشاء. هكا بدات، وحنا تبارك الله وصلنا ل 8080 وجبه ديال العشاء في الشهر، وكان ولينا عندنا فروع في 5 د المدن، معنا متطوعين اكثر من 3000 واحد. خرجنا من الزنقه 276 شخص، وبجهد الله كل ما تزادوا معنا المغاربه كل ما غنعاونوا المغاربه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.